بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 3 لكتشر 3 6، ونشوف فيه اللي هو سكالر برودكت اوف تو فيكتور مومنت اوف كابل. سكالر برودكت يتسمى كمان الدوت برودكت إذا كان بين تو فيكتور بي اند كيو، فهو معرف بهذا الشكل بي كيو تساوي بي كيو كوساين ثيتا، ثيتا اللي ما بين المتجهين، وهذه القيمة ما هي فيكتور وإنما هي سكالر برودكت. هل ودنا ال P and Q ناخذهم مركباتهم على ال X axis و Y axis و Z axis، إذن ال I و ال I و J و ال K. لكن هنا أولا ودنا نشوف إذا ضربنا ال I في ال I تعطينا كم، J في J و ال K في ال K. لاحظ أنها تعطينا 1 بينما في الفكتور برودكت كانت تعطينا 0. نحن قلنا أن الزاوية ما بين ال I و ال I إنها تساوي 0، لكن نعرف أن كوساين 0 تساوي 1، إذن هذول يساوي 1، والبقية كلها تساوي 0. ليش؟ لأنه أنت عندك الـ i والـ j، هنا الـ x axis اللي هي الـ i، وهنا عندك الـ j، وهنا عندك الـ k. معروف أن كل واحد منهم عمودي على الثاني، إذا لما تضرب الـ i في الـ j حتكون كوساين الزاوية كم؟ 90، وكوساين الزاوية 90 تساوي 0، إذا كلها البقية تساوي 0. إذا الـ p إذا ضربتها في الـ q حتعطيك هذه بس مع هذه px qx، ونفس الشيء هذه مع هذه وهذه مع هذه، والبقية كلها تساوي صفر. إذا لما تكون عندي P مضروبة في P نفسها حتكون PX سكوير PY سكوير PZ سكوير اللي هي P سكوير. لاحظ نحن جبنا صيغتين، الصيغة الأولى قلنا أنها تساوي PQ كوساين ثيتا، وبعدين قلنا أنها لما نأخذ المركبات حتكون بهذا الشكل. هنا ممكن نجيب الأنجل بين تو فيكتور هذول الاثنين اللي هي كوساين ثيتا، نقول أنها تساوي هذا اللي هي جبنا في السلايد الماضي، مقسمة على بي كيو اللي هي كانت مضروبة هنا في الكوساين ثيتا. هلا بدنا نشوف المومنت اوف كابل. يقول لك لما يكون عندنا تو فورس اف وماينس اف ليهم نفس الماجنتيود، يعني نفس المقدار، بارالل لاين اوف اكشن، خط تأثير تبعهم متوازي، والاتجاه تبعهم متضاد، هذه في هذا الاتجاه وهذه في الاتجاه المضاد لها تماما، هذا لا يعتبر مزدوجة قوى. المومنت تبع هذه المزدوجة قوى نحن حنجزئها إلى اثنين. أولا نأخذ ال F تأثر عند ال A، نقولونها ال R A هنا الكروس برودكتس في ال F، زايدا عند تأثير عند ال B هنا تأثر عنده ماينس F، إذا R B مضروبة في ماينس F. نستخرج الـ F هذه عامل مشترك لأنها same magnitude، وهنا هذه الـ RA minus RB، لاحظ هنا في المتجهات RA minus RB تعطينا الـ R، إذن الـ R في الـ F. هنا نتكلم عن the cross product أو vector product اللي هو نتيجته تساوي الـ R هذه مضروبة في الـ F في الزاوية فيما بينهم اللي هي زاوية ما بينهم اللي هي عندي هنا ثيتا، إذن RF sin ثيتا. الـ R والsin ثيتا هذولا لاحظ انه هنا هذه الثيتا المقابل لها هو الدي، هنا المسافة العمودية ما بين الاثنين، اذا تساوي الدي اللي هي ار ساين ثيتا. اذا المومنت مزدوجة القوى هنا العزم تبعها يساوي الاف في الدي فيما بين. لاحظ انه يقول لك هنا انه العزم انه لا يتعلق نهائيا بالمرجع اللي هو الموجود عندنا اصلا. نحن المزدوجة العزم المزدوجة هنا لا يعتمد إلا على المسافة R، لا يعتمد إلا على المسافة ما بين ال B وال A اللي هي نقاط التأثير. إذا كانت هذه المجموعة موجودة في هذا المكان لكن يظل يعتمد على المسافة دائما ما بين ال B وال A، إذا مستقل عن المسافة اللي هو المرجع، وإنما يعتمد فقط على المسافة ما بين نقاط التأثير الموجودة في هذه الفورسز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.